الجزء الاخر واللي حضراتكم تابعتوه طبعا هي توقيع اتفاقيه تشجيع وحمايه الاستثمارات المتبادله ما بين مصر والسعوديه والحمد لله يعني استطعنا ان ننجزها في وقت يعني قياسي وسريع جدا وخلصت الحمد لله في هذه الفتره وكان طبعا فرصه ان يعني الحمد لله وزيري الاستثمار من البلدين وقعوها وزي يمكن ما انا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده على هامش زيارتي الماضيه للمملكه ان هذه الاتفاقيه هتبقى بتؤسس لمزيد من تشجيع وجذب الاستثمارات المتبادله في البلدين وحمايه هذه الاستثمارات وبالتالي هي بتنص على العديد من الاجراءات اللي هدفها كله تبسيط وتسهيل وتحفيز عملية الاستثمارات المتبادلة وان شاء الله تكون هي بداية مهمة جدا لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر في خلال الفترة القادمه باذن الله فانا اديت حبيت ان انا ادي حضراتكم مجمل ان هذه النقطه هتبقى مهمه